السلام عليكم للمرة الثانية لنكفي الكتاب اللي بدينا فيه المرة الماضية اللي هو طبعا Algorithms to Live By أو خوارزميات الحياة. مختصر هيك بسيط الكتاب شو هدفه؟ الكتاب هدفه ينقلنا شوي بتفكيرنا من أنه نحن لما بنحكي اليوم عن هالتطور اللي هو صار حوالينا اللي هو سواء بالرياضيات أو الأشياء اللي إجت بالكمبيوترز والحاسوب وهالقصص. وهيدي حقيقة لما عالجنا نحن مشاكل للكمبيوترز ما كانت مشاكل بس للكمبيوتر، كنا بشكل غير مباشر عم نحل مشاكل عم نعانيها نحن بحياتنا اليومية. هالسؤال هيدا طرحه على نفسه المؤلفان اللي هن براين كريستيان وتوم جريفيث، وقالوا انه هل حقيقة في اشياء نحن ممكن نستفيد منها من الاشياء اللي نحن طورنا فيها اليوم الكمبيوترز والالغوريزم حتى يمكن نحن بحياتنا نصير نعيش بشكل افضل ونستفيد من هالاشياء لنطور بحياتنا اليوميه. هذا كان محاوله الكتاب انه هو يجاوب على هالتساؤل هيدا. والحقيقه انه جربوا هن يطرحوا هالمنظومه هيدي من كذا منحى. يعني بنلاحظ انه احنا الكاتبان انه مش خلفيتهم كلها تسوى جاي من الكمبيوتر، يعني بنشوف انه هن خلفيتهم عنا علم نفس، عنا علوم ادراكيه، عنا فلسفه. اوكي، الكاتب نفسه بيكتب شعر احيانا. فإذا القضية اليوم منا بس قضية إنه كمبيوترز وحسابات وإلى آخره، لا، هيدا الشيء كمان هو مفيد للحياة اليومية، بس نشوف كيف ونقدر نشوف الأمر من الزاوية الصحيحة. هلا طبعاً أنا عم بعرض الكتاب بشكل جداً مختصر، جداً 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 مسطح. مسطح لأنه أكيد نحن منا جاي اليوم نعمل محاضرة بالرياضيات ولا محاضرة بالحاسب الآلي، أوكي؟ فعم نجرب كل جهدي يعني بسط المفاهيم قدر الإمكان لنطلع كلياتنا سوا بفائدة، ويلي بيلاقي عنده رغبة بإنه يتوسع بموضوع معين كمان مثل المرة الماضية نقدر نرجع نفتح الكتاب. في تساؤلات طرحناها المرة الماضية شطبناها لأنه في أشياء أوريدي قطعنا عليها، فكمان اللي هو مهتم يقدر يرجع على التسجيل تبع الحلقة الماضية ليشوفها أكثر، ويمكن يعني يشوف المختصر تبع الجزء الأول. اليوم بدنا نركز حقيقة على شغلتين رح تمر معنا. الأولى الكتاب اللي كلكم صرتوا بتعرفوه، كتاب انباع بحوالي أو وصل قيمته مش انباع لأكثر من 23 مليون دولار. وكان عندنا تساؤل كمان كثير مهم بنواجهه نحن بحياتنا اليومية، اللي هو أحيانا كثير نحن ما فينا نصبر. طب ليش ما فينا نصبر؟ يعني هل الصبر هو لأنه نحن ضعاف ولا لأنه في شيء تاني عم بخلينا يمكن نحن ما نصبر؟ نشوفها هيدي بالولد الصغير لما بتقول له ليك انتظر لأعطيك هيك، انتظر لتحصل على هيك، تلاقي أحيانا منو قادر يصبر. طب ليش منو قادر يصبر؟ المرة الماضية حكينا عن ثلاث عوائق أساسية. هالثلاث عوائق الأساسية هي طبعا الزمان والمكان والتعقيد الحسابي. إذا أنا بقرأهم بطريقة تانية هي حقيقة وقتنا كتير محدود نحن بأي شيء نحن عم نعمله. المكان يعني قدرتنا على التخزين، قدرتنا على استثمار أي مساحة معينة كمان محدود، وقدرتنا أصلاً الطاقة الاستيعابية الطاقة الحسابية اللي هي موجودة عنا لنقدر نعالج المشاكل اللي هي موجودة عنا أيضاً هي محدودة. وبالتالي نفس المشاكل هيدي بيواجهها الكمبيوتر وهي نفس المشاكل إلى حد ما بنواجهها نحن بحياتنا اليومية. أمام هالمشاكل هيدي علماء الكمبيوتر والبرمجة طوروا حلول. طب هالحلول نفسها يمكن نحن فينا نستفيد منها بحياتنا اليومية. شفنا الكتاب رتب هيدول المشاكل بمجموعات عريضة. قلنا أول ميلة اللي هي على جهة اليمين هيدي كلها تغطت المرة الماضية فما رح أرجع فوت فيها بالتفصيل. تركيزنا اليوم رح بيكون على الجهة الثانية اللي هي على جهة اليسار اللي هي اللي له علاقة بتوقع المستقبل، المبالغة بالمطابقة. هلا هون الترجمة العربية هي ترجمة اجتهادية. عندنا المبالغة بمحاولة المطابقة، يعني بمحاولة الوصول لأفضل نموذج ممكن لحل معضلة معينة. طيب إذا بالغنا نحن بهالمطابقة كيف بدنا نحن نبسط الأمور أكثر؟ نبسطها من خلال إغفال بعض التفاصيل. أوكي، رح نشوف كمان العشوائية وأثرها بحياتنا اليومية وأثرها كمان بالحاسوب وبالكمبيوترز. رح نشوف التواصل بين الناس، وبالتالي من خلال التواصل اللي بتعملوه الكمبيوترات مع بعض البعض اللي هو بعلم الشبكات. وآخر شيء رح نختم بنظرية الألعاب. هلأ
كيف حنبدا بتوقع المستقبل. حقيقه توقع المستقبل هو جزء اساسي من حياتنا اليوميه، لان احنا شئنا ام ابينا بكل الوقت عم نجرب نعرف شو بده يصير. هل عندنا قدره نحن نوصل لتوقع معين بناء على المعطيات اللي هي موجوده عندنا لناخذ قرار، لناخذ يمكن افضل قرار ممكن؟ هلا هون حقيقه في سؤال كثير مهم، ماذا لو نحن ما بنعرف شيء اصلا عن الماضي وما بنعرف الا الان هاللحظه هيدي اللي هو موجود عندها هلا الان بهاللحظه؟ هون في حقيقه جدليه كثير حلوه انطرحت وصارت مع احد الاشخاص لما نزار برلين، لما كان عندنا الحائط الجدار تبع برلين كان بعده موجود. وصل اخونا على جدار برلين وطلع هيك بالجدار وفجاه سال سؤال وجودي كثير مهم، قال انا وين وشو عم بعمل هون؟ طلع على قدامه جدار برلين، قال هيدا الجدار بدي اتوقع قديش لسه حيبقى واقف. بهاللحظه هيدي المعطيات الوحيده يلي هي قدامه انه في جدار. فهون سال حاله سؤال وجودي، قال انا اذا كل اللي بعرفه انه في جدار كيف ممكن اتوقع قديش هذا الجدار بده يبقى؟ فالافضل طريقه انا ممكن اتوقع فيها قديش هذا الجدار بده يبقى هو اني انا اسال الناس قديش صار له هذا الجدار موجود. فسال، قال هذا الجدار قديش صار له واقف؟ قالوا له هذا الجدار صار له 8 سنين. فعطى هو توقعه للمستقبل انه معناها هذا الجدار لسه بده يبقى 8 سنين ثانيين. طبعا هذا التوقع منه افضل توقع ممكن، ولكن هو احدى ادوات التوقع اللي البشر بتستعملها اصلا بحياتها اليوميه، واللي كمان نحن بنستعملها عاده لما ما عندنا معلومات ابدا. علما انه هالطريقه بالتوقع طبعا فاشله للغايه بتوقع بعض الاشياء، يعني انت ما فيك تشوف شخص عمره 20 سنه وتتوقع انه لسه بده يعيش 20 سنه بس. اوكي؟ وهي اللي نحن بنسميها الطريقه المضاعفه. اللي هي بكل بساطة بتاخذ أنت المعلومة اللي عندك هلا وبتضربها باثنين. أوكي؟ الجدار عمره 8 سنين بتوقع إنه حيبقى لسه 8 سنين ثانية. بتعتبره بنص عمره يعني. نعم، بتعتبره دائما إنه هو بنص عمره. أوكي؟ هلا هي الطريقة إجمالا الناس كلها بتميل لها بما فيها الكمبيوترز. متى؟ لما ما عندنا معلومات مسبقة عن المعلومة اللي نحن هي موجودة قدامنا. أوكي؟ هلا هالمعضلات هيدي اللي نحن عم نحكيها اهم ناس كتبوا فيها واشتغلوا فيها هن شخصين، واحد اسمه بايس وواحد اسمه لابلاس. اوكي؟ فاللي بمر معه شوي بالكمبيوتر الجوريثم بيشوف انه اليوم البريدكشن اساسها اللي هي قائمه على الاحصاء اكيد بتستعمل كثير البايس ثيورم او الميثود ولابلاس ميثود. والحقيقه انه بدون ما نفوت بالتفاصيل، إذا نحن طبقنا الثيورم تبع بايس على فكرة إنه ما عندي معلومات أنا مسبقة، رح نوصل لنفس النتيجة اللي هي طريقة المضاعفة اللي الناس بتستخدمها بحياتها اليومية. أوكي؟ هالشيء خلينا نشوف إنه لتوقع المستقبل عندنا 3 استراتيجيات أساسية نحن بنستعملها. الأولى هي المضاعفة، اللي هي قلنا إنه خلص قديش عمر هيدي الشغلة بفترضها دائما على طول إنها هي بنص عمرها بضربها باثنين بتوقع ايمت هي رح توقف. تاني طريقة هي المعدل الافرج، اللي هي انا بقول اذا عندي معلومات اكيد احصائية بقول انه اوكي احصائيا هيدا الشيء عمره لنقول 20 سنة، وبالتالي بتوقع انه عمره كمان حيكون 20 سنة اون افرج يعني بالمعدل بالموضوع. بينما تالت طريقة هي الاستمرارية، يعني هي بتعتمد على انه الشيء رح يستمر على ما هو عليه الى اجل غير مسمى. يعني اذا هيدا ماشي بفترضوا انه حيبقى ماشي وحيبقى ماشي وحيبقى ماشي وحيبقى ماشي. هي الطريقه الثالثه اللي هي الاضافه، اللي هي نحن بنعتبر انه الوضع سيبقى على ما هو عليه، وبالتالي عم نضيف عليه نحن على طول اللي نحن بنعرفه من استمراريه هيدي القصص. يعني مثلا قديش بدك لحتى لي تخلص المحاضره اللي انا هلا عم اقول لك اياها؟ بيجي بقول لسه بدي 5 دقائق. بعد ال5 دقائق بترجعوا بتسالوني قديش بدك لحتى لي تخلص المحاضره؟ بقول لكم كمان بدي 5 دقائق، اوكي؟ فال5 دقائق بتبقى هي على طول عم تنضاف، لانه عم نفترض فرضيه انه اوكي
الوضع هو على ما هو عليه، واذا انا هلا بتوقع اني بخلص بعد 5 دقائق فانا كمان رح استمر بهذا الموضوع. هلا شو المهم بهذا الموضوع؟ المهم انه نحن بحياتنا اليوميه بنضرب كثير من استنتاجاتنا وقراراتنا بناء على توقعاتنا نحن للمستقبل. لما بيجي يقول انه الناس تفاجأت على شيء معين لانه خالف التوقعات تبعيتها، لما بيصير عكس اللي بتتوقعه بحاله المضاعفه بتتفاجأ. يعني اذا انا كنت متوقع انه عمر هيدي الشغله حيكون 8 سنين لسه لقدام، قام خلصت بعد سنه، بتفاجأ، بتفاجأ كثير، بتصير لي صدمه. بس هالصدمه هيدي سببها انه انا المعلومات اللي بنيت عليها التوقع تبعي هي معلومات خاطئه. كمان بتواجهنا شغلة تانية، انه الناس بحد ذاتها توقعاتها للمستقبل مرتبطة بشكل لا يتجزأ من التجربة السابقة اللي هي مرت فيها، وبالتالي انا مجرد ما عرفت انت توقعك على شيء معين بالمستقبل بقدر افهم انت كيف فكرت لوصلت لهون، وبالتالي بقدر افهم اكثر عن التجارب الحياتية يلي انت مريت فيها. هيدي هون هيدي القاعدة كتير مهمة. ليش؟ لانه هيدا بيعني اني انا بقدر كمان اثر على ارائك وافكارك من خلال اني خليك حقيقه تتوقع حدث معين. يعني اذا انا خبرتك عن توقعي لحدث معين، خليت الميديا الاعلام يركز على شيء معين، نموذج عملي، في عندنا نموذج مشهور كثير اللي هي انك انت بتجيب اولاد بتقول له ليك اذا انت هلا بتقعد 5 دقائق عائل بعطيك، والله اذا بتصبر 5 دقائق بعطيك انا قطعه مارشميلو، اوكي اذا بتنتظر نص ساعه بعطيك قطعتين. لما عملوا هذا الاختبار وجدوا انه الناس انقسمت الاولاد انقسموا لفريقين، فريق قدر يصبر وفريق ما قدر يصبر ابدا واكل المارشميلو الموجوده قدامه. هلا السؤال هو ليش؟ هل كان المشكلة هي ضعف الإرادة اللي هي موجودة عند الأولاد؟ حقيقة تبين أنه لا، تبين أنه كانت مرتبطة بتوقع الولد للمستقبل. إذا الولد توقع لأنك أنت صادق معه وبالتالي أنت فعلاً رح تجي بعد نص ساعة وتعطيه المارشميلو بيصبر النص ساعة، بينما إذا توقعك أنك أنت كذاب ما رح تعطيه القطعة الثانية، بفضل انه ياخذ اللي هي موجودة قدامه بالصحن. هلا كيف عملوا تأكدوا من هي المعلومة؟ بكل بساطة تجربة كثير بسيطة، جابوا مجموعة اولاد قسموهم نصفين. النصف الاول يجي عنده الاستاذ يقول لهم ليكو انا حارجع بعد 5 دقائق واعطيكم وجايب معي معلومات زيادة لكم تشتغلوا فيها، وفعلا صدق معهم، راح ورجع بعد 5 دقائق. فوتوهم من بعد على الاختبار تبع المارشميلو وكلياتهم سوا صبر نص ساعة أو ساعة. أخذوا مجموعة تانية من الأولاد، أجا وعدهم الأستاذ قال لهم أنا برجع بعد 5 دقائق وما رجع، بدل ناطر ناطر ناطر، وبعد شوي فات لعندهم عطاهم أعذار تانية ورجع راح، بالأخير ما صدق معهم. لما عملوا لهم المارشميلو تيست كلياتهم سوا اختاروا ياكلوا الحبة اللي قدامهم بالصحن. الاستنتاج كان انه حقيقه الاراده مرتبطه بتوقعنا للمستقبل، نظرتنا نحن للمستقبل، قديش نحن وثقنا بكلام الاخرين، قديش نحن وثقنا باللي هو بده يجي بالمستقبل، عم بياثر حقيقه على قراراتنا اليوميه. فمره ثانيه لما انت بتلاقي ولد ما صبر او انسان ما صبر، تذكر انه يمكن هيدي بتجربه هو بالحياه تعامل مع كثير ناس كذابين. النماذج العملية اللي بنشوف فيها نحن توقع المستقبل بنشوفها بالتخطيط الحياة أكيد، مثل ما حكينا اتخاذ القرارات اليومية اللي الواحد بيعملها، وأكيد في عنا أمثلة داخل الكتاب عن تخطيط المدن والاتصالات. يعني تخطيط المدن أنت بحاجة تعرف حقيقة بهذا الشارع قديش متوقع يكون في عندك عالم على أساسها أنت تخطط كل الخدمات اللي هي موجودة. أوكي، فهيدا إذا بدك بالمختصر تبع الجزء الأول. هلا بيساعد الانسان لانه هو يتوقع المستقبل بيجمع كثير معلومات. شو بيصير بهالمحاوله اللي الانسان بيعملها؟ اللي بيصير انه نحن بنجرب حقيقه نبني نموذج مطابق 100%
للمعلومات والداتا اللي هي موجودة مطابق 100%. المشكلة الكبيرة انه كل ما نحن جربنا نطابق هالمعلومات اكثر واكثر كل ما وقعنا بخطأ، لانه ضيقنا الافق اللي هو موجود عندنا وافق التفكير اللي هو موجود عندنا. نحن لما منبالغ لنوصل برغبتنا لنوصل لنتيجة معينة منجرب نفكر اكثر، منجرب انه نبني نموذج اكثر، بس المعلومات اللي عندنا يمكن منها كافية تحتاني انا ابني افضل نموذج ممكن لهالمعلومات هي. كيف بعرف حالي اذا انا حقيقة النموذج اللي انا حطيته هو نموذج صحيح كافي ام غير صحيح وغير كافي؟ ناخذ نموذج بسيط يكون عملي منعالجه يمكن بحياتنا اليومية بشكل طبيعي، خاصة اللي بيعلم بالمدارس. اوكي، فوت على اختبار، الاختبار معمول بشكل الناس كلها يتسوى، اخذوا الاختبار برافو يلي نجح يلي فشل. حقيقة اغلب الطلاب برمجت نفسها لتنجح بالاختبار. الاختبار هدفه بالاخير انت تختبر معلومات الناس، فهو مأولى بشكل معين، وانت برمجت العالم انه هن حقيقة يطابقوا هالنموذج اللي انت طالبه منه، وبالتالي صار هدفه فقط انه هن ينجحوا بالاختبار. حقيقة كيف تعرف انت اذا النموذج اذا حقيقة الاختبار تبعك ناجح او فاشل؟ بدك تاخذ اشخاص بشكل عشوائي، هالاشخاص هدول تطرح عليهم اسئله من خارج الامتحان، وبالتالي تشوف لاي درجه النموذج اللي انت حطيته للقياس هو نموذج قابل للتعميم وليس نموذج مقولب على حجم الداتا اللي هي موجوده عندك. طيب يعني مثلا نحن انا لما بدي اقول اختبار، لما بعمل اي اختبار بالمدرسه شو هدفي من الاختبار؟ هدفي اعرف اذا كانت عمليه الشرح فعلا وصلت المعلومه للطلاب ولا لا. فانا عم حط اسئله لأقول والله اذا كان هل قد من الطلاب جاوبوا على هذا السؤال صح، فمعناها انا طريقه التعليم تبعيتي او التدريس او المعلومه وصلت. اوكي، الطالب شو حيعمل؟ بده يدرس، بده يدرس لينجح على حسب النموذج اللي انا حاطه. فهو ما ضروري تكون حقيقه استفاد من هالمعلومه هيدي بشكل انه هو قادر يطبقها بحياته اليوميه، هو استفاد بس بانه هو قادر ينجح بالاختبار. اوكي، ليش؟ لانه هو بناء على الداتا اللي هي موجوده عنده اولى بحاله بشكل انه انا بدي انجح بهذا الاختبار، بس ما فكر خارج الصندوق بشكل انه عمم المعلومات تبعيته ليقدر يستفيد منها بحياته اليوميه بشكل اوسع. فشو بيعملوا بالعاده؟ بالعاده اللي نحن بنعمله انه نجيب هذول الاشخاص، تاخذ عشوائيا شخص او شخصين من اللي عملت لهم الاختبار، تساله سؤال من خارج المواد، من خارج اطار الاسئله العامه اللي انت بتعمله، تشوف قديش هو عنده قدرة حقيقة على التعميم، وبالتالي لأي درجة المعلومة كانت واصلته بشكل قابل لإعادة الاستثمار وإعادة الإنتاج بشيء ثاني. شوف نموذج ثاني يمكن يكون عملي شوي أكثر ولطيف أكثر. لاحظوها بالجيش الأمريكاني. هلا الجيش الأمريكاني بيجوا بيعملوا تدريب للجنود على الاستجابة السريعة للأخطار اللي هي موجودة قدامه. فبيطلع قدامه شخص تك بده يقوص، بيطلع قدامه شخص تك بده يقوص. ده بيدربوهم ساعات وساعات وساعات لتكون الحركه تبعيته تلقائيه كل ما شاف هو خطر قدامه. الحقيقه اللي صار، وهذا كان الصدمه الكثير كبيره بالحياه، انه لما حطوهم على ارض المعركه وجدوا انه يصاب الرجل الشخص الجندي بالشلل، وبدل ما يطبق اللي هو كان متدرب عليه بلاقوا انه امام الخطر ما عم يعمل شيء. يعني على الارض on the ground امام الخطر ما عم يعمل شيء. بالتدريب كان طق يطلع طق. شو اكتشفوا؟ اكتشفوا انه المشكله حقيقه انه الحركات بالنسبه له اثناء التدريب تحولت الى حركات لا اراديه مطابقه فقط للنموذج وقت الاختبار. يعني هو انت الاختبار لما عم تدربه عليه هو درب حاله على هالاطار فقط لا اكثر ولا اقل. هون اللي هو صار انه الانسان طابق نفسه اكثر من اللازم على نموذج معين، ولكن ما اكتسب حقيقه المعرفه اللي انا بدي اياها انه هو يكتسبها، اللي هو انه يقدر يدافع عن حاله وقت الخطر الحقيقي. فهيدي من النماذج الحقيقيه العمليه اللي صارت على الارض، واللي هي خلت الناس انه لا انت لازم كل فتره يرجعوا ياخذوا هن من هدول الجنود اشخاص يحطوهم باطار مختلف ويدرسوا حقيقه ردود الفعل تبعيتهم. من الملاحظ
انه التدريب الزائد عن حده لما بيزيد زيادة عن حده بيوقع الانسان بالمطابقة الزائدة وبالتالي فشله وفشل قدرته على التعميم وبالتالي الاستفادة حقيقة من التدريب اللي هو حصل عليه. اوكي شفنا انه نحن امام هالمشاكل هي عم نجرب قد ما فينا نطابق المعلومات لحتى تمشي على نموذج معين. طب شو بيصير نحن لحتى ما نوقع بهي المشكلة؟ نجي على ناخذ نفس عميق وندور الزوايا، اوكي نقلل المشاكل اللي هي موجودة. شفنا مثلا نموذج كثير بسيط، مثلا تعود حتى نحن نطلع اليوم نتعشى بمطعم معين، بجي بسألك وين عبالك انت تتعشى؟ بتقول لي انا ما فيني اتعشى الا الساعة 6. بيرجع عزام بيقول لي انا ما فيني اتعشى الا مكسيكي. فشو نلاحظ؟ نلاحظ انه لما نحن بدنا نجي نوفق بين كل الناس نفشل. الايصال للكمال اللي هي انت عم تقدر توفق فيه بين رغبات كل العالم تقريبا هي مهمة شبه مستحيل. شوفها دائما بحياتك، ما فيك ترضي كل العالم. طب شو بدك تعمل بهي الحالة؟ اوكي بهالحالة بدك تجي تكسر القواعد، المستحيل بدك تحوله الى ممكن. فن تدوير الزوايا، فن تدوير المستحيل الى ممكن. وين هيدا بنشوفه؟ منين اجى؟ اجى من اكيد الكمبيوتر ساينس. انه بعض المشاكل لما انت بتجرب قدر الامكان انك تحلها بالشروط الاساسيه يلي هي بدت فيها حياتها ما لها حل مطلق. الحل الوحيد لتوصل لحل انك تقلل حقيقه الشروط الكونتراكت. طيب شو بدك تقلل؟ هذا هو حقيقه فن تدوير الزوايا، اللي هي انك انت بدك تختار الثمن اللي انت مستعد انك تدفعه. فبدك توازن بين الثمن اللي انت مستعد تدفعه وبين الثمن وبين النتيجه اللي انت ممكن توصل. فمثلا بنشوف لو فرضنا هذا الشيء بتنظيم البطولات، بنشوفها بتوزيع الادوار ضمن صف معين، الاساتذه على صفوف معينين، الاحداث، الاجتماع الناس على مشروع معين. ننتقل للعشوائيه. العشوائيه حقيقة بتلعب دور كتير مهم اليوم بالكمبيوتر ساينس، بالتحديد بمعضلة رياضية كتير كبيرة، ألا وهي معضلة البرايم نمبرز أو الأرقام الأحادية. شو المعضلة؟ المعضلة أنه نحن اليوم بالكمبيوتر في عنا تشفير، والتشفير ليتم بطريقة كتير 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 عملية يعتمد على إيجادك لأرقام كتير كبيرة. هالأرقام هاي بدها تكون أحادية، ليش؟ لصعوبة استنساخها مرة تانية، لصعوبة يعني التأكد منها، لأنه الأرقام الأحادية أو البرايم نمبرز، أوكي؟ الحلو فيها أنك لا تعرف إذا هذا الرقم هو رقم برايم أحادي، بدك تروح تجرب تقسمه على كل الأرقام اللي هي تحت نص في بروسيدور طويلة مية. فكل ما زاد تعقيد هذا الأمر أكثر وأكثر، كل ما كبر الرقم أكثر، كل ما صعب انك انت تكشف هيدا الرقم وبالتالي تنجح بعمليه التشفير انت تبعيتها. التحدي كان كيف فينا نحن نلاقي ارقام كثير كبيره بدون ما نصرف الجهد الحسابي الضخم لنقدر نلاقي لها هيدا الرقم. هون اجى دور العشوائيه. شو بتقول الفكره اللي انطلقت من الكمبيوتر ساينس؟ قال إذا نحن بنقدر نلاقي قاعدة، هالقاعدة هيدي تعمل حقيقة اختبار لرقم بشكل أني أنا على حسب نتيجة هيدي القاعدة أقدر استبين هيك أنه هيدا الرقم هو برايم ولا منو برايم. اللي صار أنه نعم وصلوا لمعادلتين. هالمعادلتين إذا أنت بتاخد فيها رقم أحادي النتيجة تبعيتهم دائما رح بتكون إيجابية إذا كان الرقم أحادي، بينما إذا كان الرقم منه أحادي يطلع بنتيجة مختلفة تماماً، تطلع بنتيجة سلبية. بس كانت المشكلة حقيقة أنه هدول المعادلتين ممكن يعطوك نتائج خاطئة ببعض الأحيان، يعني تقريباً ب 25% من الحالات ممكن يقول لك أنه هيدا الرقم هو أحادي وهو منه أحادي، أو هو منه أحادي وهو يكون أحادي. هلا ماني دقيق انا هون كثير بالمعلومه اللي انا عم اقولها، اوكي؟
ليش؟ لأنه هي مش بالاتجاهين الخطأ اللي هو فيه. أوكي؟ إجا دور العشوائية اللي هي شو؟ بيقول لك أنا هدول المعادلتين إذا أخذت رقم معين أم أعطاني نتيجة معينة. طيب بجرب نفس المعادلتين بقيمة أخرى من المتغيرات اللي أنا فيني ألعب فيها وبشوف هل عم يعطيني نفس النتيجة اللي أعطاني إياها أول مرة أم نتيجة أخرى. يعني مثال، أنا إذا عم أفحص إذا الرقم نون هو رقم أحادي ولا لا، وعم بستخدم بهالمعادلتين قيمة متغيرة أوكي اللي هي X، بجرب نفس المعادلتين على قيمة أخرى لـ X وبشوف هل عم بحصل على نفس النتيجة اللي حصلت عليها أول مرة ولا لا. طيب إذا عادت نفس الموضوع على 4 مرات 5 مرات لقيم متغيرة من X، زادت عندي الثقة إذا النتيجة اللي أخذتها أنا لهذا الرقم أحادي أو غير أحادي بالنسبة لـ إذا أنا جربت أن يكون كتير بقيت الموضوع. حقيقة هذه الطريقة اللي أنا هلأ عم أقولها هي الطريقة المستخدمة اليوم لاكتشاف إذا رقم أحادي أو منو أحادي على أرقام كتير كبيرة ما ممكن الإنسان إنه هو يختبرها حقيقة بالطرق التقليدية. طيب هذا شو بيعني؟ بيعني إنه نحنا بكتير من الشغلات ممكن حقيقة نعرف إذا أمر معين هو صحيح أو خاطئ، نعرف إذا أمر معين هو بيزبط ما بيزبط من خلال اختيار النماذج العشوائية. مثال، أنا بدي أعرف رأيي هالمجموعة اللي هي موجودة هون بقضية معينة، فيني ما أسأل الكل اللي هن موجودين، ممكن أختار عشوائياً إسماعيل وعزام أوكي وأسألهم رأيهم، ومن خلال الآراء اللي أنا بحصل عليها من هالنموذج العشوائي هيدا أنا استنتج رأي الجماعة اللي هي موجودة، وهذا اللي نحن بنشوفه أصلاً اليوم بالبولز اللي هي بتصير. نعم، اللي هي أنت ممكن تتصل عشوائياً بمجموعة من الناس بمنطقة معينة لحتى تعرف رأي هذه المجموعة بأمور تانية وبأمور وجودية أخرى. طيب، من موضوع التواصل صراحة الموضوع جداً بديهي، يعني ما في كتير أشياء كتير نتبارها، أنه هي كتير بديهية، حأختصركم إياها بكذا موضوع. الأولى أنه لما بتحكي شخصين مع بعضهم البعض، أنا هلأ عم بحكي معكم أوكي؟ في كذا شغلة هلأ عم تصير بعين الاعتبار، أنا عم بطلع فيكم عم أشوف أنتم ضجرانين ولا منكم ضجرانين، بتلاقونا حسان ضجر اوكي. هلا لما واحد بيتجر اوكي بياثر على قدرتي انا على اني اتواصل معكم. ليش؟ يعني انا لاني عارف انه هو ضجران اوكي، بصير انا كمان بدي اسرع اكثر، بدي اخفف من المعلومات اللي انا عم اعطيها اكثر. بمعنى اخر، التواصل هي بين شخصين، الشخص الثاني لازم يرد لي انا لاني جواب على كل عمليه تواصل انا بجرب اني انا اعملها. عمليه التواصل بين الكمبيوترز كمان تخضع لنفس الموضوع، يعني نحن لما الكمبيوترز بدهم يتواصلوا مع بعضهم بيتفقوا على بروتوكول، يعني بدهم يحكوا مع بعض بلغة موحدة وبيتفقوا على انه نحن كيف بدنا نضمن انه هالمعلومة هيدي عم توصل للطرف الاخر، هي من خلال البروتوكول اللي هن اتفقوا عليه مع بعض البعض. يعني مثلا هلا اخي عثمان هون هز براسه، وبالتالي هو ارسل لي رسالة انا مبطنة غير مباشرة انه هو كان معي وهو اوكي وصلته المعلومة، بينما اذا شخص اخر ما هز براسه اوكي انا بفترض انه ليش ما هزني براسه، هل وصلت المعلومه ولا ما وصلت المعلومه. شو بيصير اجمالا بالكمبيوترز اذا انا بعثت لك رساله وانت ما رديت علي؟ لماني بعيد المحاوله، برجع بعيد المحاوله. طيب لما نبعيد المحاوله وانت كمان ما بترد علي شو بعمل؟ بجرب بروتوكول ثاني. لا، بجرب عيد المحاوله، بس الفرق وين؟ انه لما بدلني عم اعيد المحاوله الى ما لا نهايه بوقع بمشكله، اني انا بكون حقيقه عم بعمل عجقه وضجه وعم بزعجك بشكل غير مطلوب. طيب الكمبيوتر شو بيعملوا؟ بقلك انا برجع بعيد المحاوله ولكن بعد وقت محدد. اذا كمان ما رديت علي برجع بعيد المحاوله ولكن بعد وقت اطول. اوكي؟ ولكن الحلو اني بحياتي ما بوقف عن المحاوله. يعني الكمبيوتر دائما بدل عم يجرب انه هو يحاول. هلا هيدا بتباين عن طريقتنا نحن حقيقه بالتواصل بين بعضنا البعض بحياتنا اليوميه. انه انا ممكن احكي مع عزام ما رد علي، ثاني مره حكيت معه ما رد علي، وما انا قوم بطل احكي معه. بقطعه بالكامل. يمكن تمر السنه اللي ما قال له مرحبا فيها. اوكي؟ هيدا حقيقه التباين اللي نحن ممكن نتعلمه هون من طريقه التواصل اللي هي موجوده بالشبكات والكمبيوترز،
هي انك بحياتك ما تقطع التواصل، العاب على الوقت بس ما تقطع التواصل. ما رد عليك بكره، جرب بعد اسبوع. ما رد عليك بعد اسبوع، جرب بعد شهر، بس ما تقطع التواصل. ما تفترض الاعذار صح، وما تجرب تفترض انت شو ممكن يكون الموضوع. يعني ما تجرب تفكر سلفا ليش هو ما رد علي، لانه هو ما بده يحكيني، لانه هو وتفر. لا، انت عليك انك انت تبقى عم تتواصل. اوكي، ما رد علي اليوم، عظيم، جرب بكره. ما رد علي بكره، بجرب بعد اسبوع. ما رد علي بعد اسبوع، بجرب بعد شهر. ما رد علي بعد شهر، بحط له سكجول، بقول بعد 3 شهور، بعدين بقول بعد 6 شهور. اوكي، بس ضلني عم احاول. اوكي، بينما بالحياه اليوميه نحن جرب اليوم ما رد علي اليوم، جرب بكره ما رد علي بكره، بزعل. وانا بتصادفني كثير ترى بحياتي اليوميه اليوم، خاصه بوسائل التواصل الاجتماعي. بيجي واحد بيحكي معك اليوم، ما برد عليه بعد 5 دقائق، بيزعل، بيتضايق، بقول في مشكله. طب يا اخي بركي انا ما فيني، بركي انا مشغول، بركي انا تعبان، بركي انا صاير معي شيء. كمبيوتر زالوا عم يحكوا مع بعض لحد ما توصل لمرحله انه الاداه اللي انت عم تحكي فيها لا بتستحمل رسائل اكثر من هيك. هون شو بنعمل؟ نعمل دروب بالكامل، يعني بتوقف بيوقف التواصل بالكامل. اوكي، بخبرك انا ما بقى قادر ارد عليك، انت ما بقى في امل اني انا ارد عليك. بحياتنا نحن اليوميه ما بنعمل هيك. يعني نحن بحياتنا اليوميه مثلا الواحد طالع على السفر بيبعث بالاوتو ريسبوندر انه ليك انا برجع بعد 15 يوم، فيك بعد 15 يوم برد عليك. بدالك عم تجمع بهالرسائل هذول، بعد 15 يوم بتجي تلاقي قدامك عندك 1000 رساله ومانك قادر بقى ترد عليك. ما حترد عليك. هو ناطر منك رد. بينما يمكن استراتيجية أفضل لما الإنسان بيكون ما قادر حقيقة يرد، إنه يخبرك بشكل كتير واضح، ليك أنا هلأ بإجازة ما رح رد عليك، اللي بدك تقلي إياه قلي إياه بعد 15 يوم. حقيقة هيدي استراتيجية أفضل بكتير من إني أقول له أنا إيه أوكي، بس حتى لي أرجع بعد 15 يوم بشوف الرسائل، لأني حقيقة ما رح شوفهم. فإنك تخبره إنك ما رح تشوفهم افضل من انك انك تخبره انه ما يبعث رسائل، افضل من انك تقول له انه بشوفهم وقت اللي بفضل وحياتك ما راح تفضل. اوكي، فهيدي كمان احدى الاستراتيجيات اللي هي موجوده اليوم بالنتورك. هون في لفته كثير حلوه صراحه، مهمه كثير نحن كمان ننتبه لها بالحياه اليوميه وبالتواصل بين البشر. مبدا اسمه مبدا بيتر او بيترز بريس. بيتر بيقول شغله كثير حلوه. من الملاحظ أن الناس بالمؤسسات الهرمية يطغى عليهم أنه هن كلهم فاشلين بالوظائف والمهمات اللي هن عم بيقوموا فيها. هالظاهرة هيدي حقيقة لفتت النظر وخلت الناس تفكر فيها، أنه ليش هدول العالم فاشلين بأدائهم للوظيفة تبعيتهم. تبين أنه بالمؤسسات الهرمية بأغلب الحالات الترقي، الإنسان بيترقى لما هو بيكون كتير ناجح بالوظيفة اللي هو عم بيقوم فيها. بالمؤسسات الهرمية تستمر عملية الترقي لحد ما الواحد يوصل على البوست يلي بيفشل، وهون بيثبت. فإذا كانت عملية الترقي دايماً عم تلحق قديش نحن ناجحين وبنوقف وقت اللي بنفشل، فصار كل واحد قاعد بالبوست اللي هو فاشل. شو اللي صار؟ الكمبيوترز حقيقة وصلوا لشيء مشابه، اللي هو إني أنا بدي دايماً رد عليك بأسرع وقت ممكن، وزيد السرعة بالتواصل بيني وبينك إلى أكبر حد ممكن. كانوا عم يزيدوا هالسرعة هيدي لحد ما نوصل للنقطة اللي هي لا بقى فينا نزيد هيدي السرعة، يعني لا بقى فيني أنا أزيدها بسبب إنه والله صار في عجقة كتير، صار في منافسة كتير، وتفر على الـ على الـ على التواصل. بهالحالة الكمبيوتر شو بيعمل؟ بيعمل downgrade للسبيد، يعني بتخف السرعة عندك، ما تنطق بس تخف. بينما بحياتنا نحن اليومية بالمؤسسات الهرمية الإنسان ده طالع طول حياته ما بينزل نزول، يوصل للبوست اللي هو بيفشل فيه وبيجمد عليه وبدل فاشل كل حياته. هون حقيقة بالمؤسسات ظهرت تفكير تاني، ولكن يمكن كتير صعب انه يتطبق، انه الانسان لما بيفشل شو لازم تعمل انت فيه؟ طبقوا ببعض المؤسسات نموذج انه يا اما انت بتدلك عم تستمر صعودا يا اما بتطلع برا. فانت بتدلك عم تترقى طالما انت ناجح، باللحظة اللي بتوصل فيها للبوست بطلت انت ناجح فيه بيشوفوك برا. ليه؟ لانه اي مؤسسه هدفها حقيقه ان هي تحقق اعلى مردود من الموارد اللي هي موجوده عندها. فاذا واحد ترقى لوصل لمكان هو ما عاد نافع، بيقولوا له الله معك، بيفتحوا المجال لحدا ثاني انه هو يترقى. دائما بينزلوا تماما. هيدا الحل الصحيح هو انه اذا وصل للبوست اللي هو لا بقى عم ينجح فيه، طب نزله.
بس المشكله انه بحياه البشر ما بتتقبل انت انك تنزل لها. يعني خاصه لما بتكون هي مؤسسه هرميه. هلا جينا للشيء الحلو الاخير بنختم فيه ان شاء الله، اللي هو هذا الكتاب الشهير. هذا الكتاب اللي اليوم سعره $7 اوكي او ممكن تشتريه جديد ب $60. هذا الكتاب الشهير بتاريخ 18 ابريل 2011 كان مطروح للبيع على امازون بقيمه $24 مليون. ليش؟ بس انه الفكرة انه كتاب عادي جدا، يعني منو اثري، منو 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 كتاب مميز، يوصل سعره ل $24 مليون. السبب انه هذا الكتاب كان عم بيبيعه شخصين، يعني انا عم بيع وعزام عم بيبيع. هلا انا شو قلت؟ قلت انا بدي اربح اكثر من عزام، بس بنفس الوقت ما بدي فرق سعر كثير كبير بيني وبين عزام. طب انا شو عملت؟ حطيت، وكانت امازون سامحه بهيدا الشيء، انك انت ممكن تحدد سعر الكتاب بناء على فورمولا، بناء على طريقه حساب معين. قام اول بائع شو عمل؟ قال انا بدي سعري يكون سعر عزام زي سعر عزام ضرب 1.2 او 1. عفوا 1.03. اوكي، هلا عزام كان كمان بده يربح اكثر مني، قام راح هو كمان حط فورمولا، قال انا بدي سعري يكون اكثر من سعره لحسن ب 1.03. شين رياح اشتغلت. هلا هون شو اللي صار؟ انا حطيت هالفورمولا وهو حط هي الفورمولا، ودلت امازون عم تغير السعر تبع الكتاب، تغير له الاول واحد يرجع تغير للثاني، الثاني يتغير يغيره من الاول، يغيره للثالث يرجع هيك يتغير، دل سعر الكتاب عم يتغير 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 حتى وصل بتاريخ 18 ابريل 2011 ل $24 مليون تقريبا كان مطروح الكتاب للبيع بهالايميل. لحد ما انتبه واحد من هدول البياعين عم يفوت هيك طلع على عمل، اف شو $24 مليون؟ عرف انه في شيء غلط، ساعتها شال الفورمولا اللي هو عم يحسب سعر الكتاب على اساسها وحط سعر الكتاب الاصلي. هالشيء شو يعني؟ اللي صار حقيقه بيني وبين عزام، مش انا وعزام اكيد يعني، بس انه بينهم هن بيبيعوا لبعض، هن شو؟ هن اللي نحن بنسميه حقيقه منافسه. منافسه لأن نحن عبالنا كل واحد يحقق شيء اكثر من الثاني. لما بحكي عن منافسه يعني الا قوانين، الا طريقه نحن عم نلعب هاللعبه مع بعض، بنفوت بشيء اسمه الجيم ثيوري، اوكي، او نظريه الالعاب. هلا نظرية الألعاب حقيقة مفهوم اللعبة هون منو مفهوم اللعبة الجيم، اوكي، اللي نحن متعارفين عليها، ولكن هو حقيقة مفهوم أشمل بالحياة، اللي هو بيدخل على أي مجال في تنافس بين شخصين بنبلش نحن نحكي عن لعبة. مجرد ما كان في قوانين لازم نحن نلتزم فيها بنبلش نحن نحكي عن لعبة. ومجرد ما بلش الناس يجربوا إنه أنا كيف بالأنانية تبعيتي بدي أعمل شيء أكثر من غيري أو بدي أسبق غيري، كمان عم نحكي عن لعبة. مثل ما صار هون قد تكون العواقب وخيمة جدا لأنه ممكن نوصل لل $24 مليون. أوكي؟ شو الموضوع هون؟ في معضلة مشهورة جدا اسمها معضلة السجين أو the prisoner's dilemma. نعم. إذا جينا نحن لقطنا شخصين، هدول الشخصين هن حراميين، حطينا كل واحد بغرفة لحاله، نقول الأول ليك إذا أنت بتعترف عصري، إذا أنت بتعترف على رفيقك أنت بتطلع برا بتطلع من السجن، أوكي، والثاني اللي هو رفيقك رح ينسجن 10 سنين، أوكي، إذا الاثنين اعترفوا ينسجنوا 5 سنين. إذا ولا واحد اعترف سنة. إذا ولا واحد اعترف سنة. نعم صحيح. فإذا المقصد شو هون؟ شو الهدف مثلا من هيدا الموضوع؟ الموضوع اللي هون إنه الشروط اللي نحن حطيناها حقيقة أثرت بقرار كل شخص، وأثرت بقرار شو هي الاستراتيجية الصحيحة اللي كل واحد هو بده يتبعها تحت تالي هو يحقق أكبر مصلحة لإله. إذا بنفكر فيها صح، حسب هيدي الشروط مصلحة كل شخص إنه هو يعترف على فيه، وبالتالي نتيجتها انه هن الاثنين حيكونوا حيعترفوا، وبالتالي الاثنين حينحكموا. اوكي؟ هلا هيدي نفس الحالة بتتغير الاوتكم تبعها، بتتغير النتيجة تبعيتها، إذا كان في طرف ثالث اللي هو زعيم العصابة اللي قاعد برا، وبالتالي هو اللي هو ناطر اللي رح يعترف حتى يقصصه. اوكي؟
فإذا تغيير شروط اللعبة بغير كمان الاستراتيجية يلي الإنسان بيتبعها أو اللاعب هو بيتبعها هو لما يأخذ. المختصر المفيد إجمالا نحن منفوت بمفهوم اللعبة لما منجرب نتوقع غيري شو عم بيفكر. طيب بهالحالة هيدي الأفضل هو الوصول لحالة من التوازن بإكوليبريوم مشهور جدا للي فات فيه بعلم الاقتصاد مشهور جدا اسمه ناش إكوليبريوم، أوكي؟ اللي هي الاستراتيجية يلي هي أفضل استراتيجية ممكن يقوم فيها الناس كلها يتسوى لحتى يوصلوا لنتيجة معينة. لما نوصل لاستراتيجية إذا الكل اعتمد الكل بيوصل لأفضل شيء ممكن هو يحصله، هذا بيسموها استراتيجية التوازن أو اللي هي بتوصل فيها للناش إكوليبريوم. هلا الحقيقة بأغلب الأمور التنافسية من أصعب ما يمكن هو الوصول لهذا التوازن، يعني إيجاد هذا التوازن هو أمر صعب جدا. شو اللي أهين منه؟ اللي أهين منه هو اللي بسموه الاستراتيجية الغالبة أو الدوميننت استراتيجي. شو هي الدوميننت استراتيجي؟ هي الاستراتيجية الوحيدة المنطقية بغض النظر عن يلي عم يفكر فيه غيرك. إذا نحن غيرنا قوانين بعض اللعب بيصير في عندك استراتيجية واحدة بس أنت ممكن تأخذها بغض النظر عن رأي الآخرين وهن هلأ عشان عم يفكروا عشان بخططوا وكيف هن عم يتصرف. هلأ مشان نحن نختصر وننغوص كتير بالأمر، هون بيلعب حقيقة وهيدا أحد النماذج اللي طرحها الكتاب، هون بيلعب دور الدين والقانون بالسيطرة أو بتغيير حقيقة تصرفات الناس. يعني مثلا الإنسان بطبيعته العادية المفروض يعمل يمكن يسرق، يعني يمكن هلأ المنطقي بالنسبة للإنسان إنه هو يسرق هاي الشغلة اللي هي موجودة قدامه، ولكن وجود قانون، وجود دين، وجود شرط إضافي محطوط عليه بخلي إنه الاستراتيجية الوحيدة المنطقية اللي الإنسان يقوم فيها هي الاستراتيجية الغالبة اللي هي إنه هو ما يقوم بهذا الفعل اللي هو عم يعمله. من هون لما نحن حقيقة بدنا نجرب على حسب طبعاً الكتاب، لما بدنا نجرب نوصل لنتيجة نحن بدنا إياها، أفضل شيء ممكن نعمله هو إنه نغير الشروط بهدف إظهار استراتيجية غالبة نقدر نحن نتوقعها أو نقدر ندفع الآخرين للقيام بها بغض النظر عن المصلحة الشخصية والرغبات الشخصية تبع كل واحد من اللاعبين اللي موجودين فيها. هلأ إذا منطلع شوي بهذا الموضوع منلاحظ إنه الأفكار بحد ذاتها بتميل إلى الانتشار وإلى العدوى، لأنه نحن كتير مهتمين باللي بيفكر فيه غيره. يعني مثال، أنا إذا هلأ بدي استثمر بجي بسأله لعزام بقوله أنت كيف استثمرت؟ بقولي أنا استثمرت بالعقار. بسأل عثمان بقولي أنا كمان استثمرت بالعقار. مجرد ما اني انا شفت اثنين استثمروا بهيدا العقار او بهالطريقه هيدي بيغلب علي انا بالتفكير انه شو اني انا كمان بدي استثمر مثلهم بالعقار. ليه؟ لانه اغلب الظن انه هن عملوا هيك لانه هن درسوا الموضوع من كامل جهاته ووصلوا للاستراتيجيه الصحيحه. فانا اصلا لانه هدفي انه لاني عم فكر باللي عم بفكر فيه غيري بصير بشكل تلقائي كمان عم بعمل اللي بيعملوا أغلب الناس هن وعم يمشوا. من هون نطرح على نفسنا سؤال، ماذا لو كان اللي الناس عم يعملوه هو شيء غلط؟ بيجاوب الكتاب بيقول أحياناً أنك أنت تعمل اللي عم يعملوا غيرك قد يكون هو الاستراتيجية المنطقية على المدى القصير والاستراتيجية الصحيحة على المدى القصير. بمعنى آخر ما فيك تلوم الإنسان اللي عم يخطط على مدى كتير قصير إذا هو عمل اللي غيره عم يعمله، أوكي؟ علماً أنه الإصرار على العمل الصح هو اللي بيعطيك النتيجة ذات المردود الأعلى ولكن على المدى البعيد جداً، أوكي؟ ولكن بما أنه نحن بأي تنافسية بين الأشخاص أنت هدفك تحصل على أفضل شيء ممكن أنك أنت تحصله الآن، بصير أنك أنت تعمل اللي غيرك عم يعمله الآن هو الاستراتيجية المنطقية الصحيحة. يمكن إذا بناخذ هيك نموذج شوي من خارج حتى إطار الكتاب نشوفها نحن ب حياتنا نحن اليوميين. يعني مثلا انا اذا قلت لك حكيم جديد وحكيم قديم، طب بتروح بتغامر عند الحكيم الجديد ولا بتروح عند الحكيم القديم؟ لا، بعمل مثل اللي ثلاث ارباع العالم عم تعمله، بروح عند الحكيم اللي قالوا لي العالم انه هذا هو افضل حكيم، حتى لو كان يمكن هداك عنده شيء مختلف، ولكن منميل اكثر نحن الى انه ناخذ هالطريق اللي غيرنا نحن ماشي فيه.
بدي استثمر مالي. بشو استثمر؟ مو بالعقار. ليه؟ لانه كل الناس عم تستثمر بالعقار. انا هلا شاب تخرجت من الجامعه، اوكي، شو بعمل؟ لازم تروح تاخذ جنسيه. ليش؟ لانه كل العالم عم تهرب هي وتاخذ جنسيه. فقراراتنا نحن بالحياه بتلحق استراتيجيات الاخرين، لانه نحن عندنا دائما هالنظره، وانا ما بدي غيري يكون افضل منه على حسب طبعا الكتاب. هلا هون انتقل الكتاب ليطرح اشكاليه كمان من الاشكاليات اللي هي موجوده، اللي هي المزايدات. يعني لما نحن بنفوت بمزايده او بمناقصه اكيد بهي الامور اللي بتحصل فيها، اللي هي فيها ثلاث طرق. مثلا عندنا طريقه بتقول انه انا عندي عرض مغلق، كل متنافس بحط الطريقه بحط العرض تبعه، وصاحب اعلى رقم بالمزايده بيفوز. ببلشوا الناس يطرحوا ارقام خياليه اذا كان هذا الشيء هو شيء انت عبالك انك ترغب فيه. هلا الارقام الخياليه هدفها شو؟ لانه كل شخص فينا حيبلش يفكر شو معقول يكون الرقم اللي حطه الثاني. يعني اذا انا بدي فوز بها، لا حفكر انا شو معقول الرقم اللي يكون حطه عزام؟ والله حط 100، اوكي، فانا بدي حط اكثر، فانا حط 110. عزام حيفكر شو معقول الرقم اللي يكون حطه حسن؟ والله حيخطر له اني انا حكون حطيت 120، فهو حط 130. فكل الناس حتبالغ بالتقديرات تبعيتها، لحتالي الارقام اللي بتطلع عندك بالاخير هي ارقام جدا غير منطقيه وجدا بعيده عن الواقع والقيمه الفعليه تبع اي عمل. طيب عندنا طريقه ثانيه بالمزايدات بسموها شو؟ الطريقه النمساويه، اللي هي بتقول انها بتبدا برقم عالي كثير وبتضلها تنخفض لحتى توصل لاول مشتري. يعني بمعنى اخر، افترض نحن هلا عم نزايد على امل معين، بنحط رقم خيالي ما حدا بيرفع ايده انه هو مستعد يشتري، بنقوم ننزل قيمه الشغله لحد ما توصل للرقم اللي واحد بيقول انا مستعد اني انا اشتري. شو مصيبتها هيدي؟ انه كمان الناس لانه هي ما بدها تخسر بحياتها اليوميه، رح تميل لانها تنتظر قد ما فيها لحتى لي شو؟ لحتى لي ينزل السعر الى اكبر رقم ممكن، وبالتالي انا كبائع ما حصلت اللي انا بدي، ما قدرت احصل على اعلى سعر ممكن. فاذا بالحاله الاولى شو شفنا؟ شفنا مين اللي فاز ومين اللي خسر. البائع فاز لانه هو حصل على اعلى سعر ممكن بالحاله الاولى، بينما المتبارين اللي هن جربوا يعملوا هالمزايده خسروا خساره مرهيبه، لانه هن حقيقه بالغوا بتقديرهم لقيمه هيدا الغرض، وبالتالي خسروا هن بالمزايده تبعيته. اوكي، بالحاله الثانيه البائع خسر لانه يمكن هو كان قادر يحصل سعر اعلى، ولكن نتيجه تفكير الناس بتقدير الاخرين هو خسر بالبيعه اللي هو بالبيعه اللي هو. هلا عندنا طريقه بتقول لك انه منبلش بالعكس، يعني بدل ما نبلش من فوق على الطريقه النمساويه وننزل نزول، منبلش من تحت ونطلع فوق. ليه بسموها الطريقه الانجليزيه؟ اللي هي انه بنبدا والله مثلا انه هيدا الامر 100 دولار، مين بيزيد؟ بدلك تزيد لحد ما توصل للرقم اللي ما بقى حدا يزيد اكثر منه. العالم هون دائما تميل لوحده من شغلتين، يا اما للمبالغه بالارقام تبعيتها، يا اما للمبالغه سواء كانت بالطلوع او بالنزول. طب ماذا لو كان انت هدفك حقيقه انك تعمل مناقصه وبدك الارقام اللي هي تجيك تكون ارقام منطقيه، يعني تكون ارقام فعلا هي قريبه للواقع وللمنطق؟ هون اخترعوا حقيقه طريقه كثير 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 حلوه. شو قال لك؟ قال لك يفوز صاحب اعلى سعر، ولكن القيمة اللي بيحصل عليها المشروع هي قيمة السعر اللي بعده. قال لك إذا نحن منعمل هيدي الاستراتيجية بتلاحظ إن المتنافسين بيتحولوا كلياتهم سوا إلى أوادم مشرفين وبيعطوك الرقم الصح اللي هو هذا الأمر يعني بيستحق. ليش؟ قال لأن بكل بساطة أنت ما بقى عم تفكر بس بغيرك شو عم يفكر، انت عم تفكر انه طب بركي انا اللي ربحت، بركي انا اللي ربحت، بدي الرقم اللي انا عم اربح فيه يكون رقم منطقي مناسب لقلبي. فبيصيروا بيميلوا كلياتهم سوا الى الوسط والى الشفافيه والى الارقام الصحيحه بالطروحات اللي هن عم يعطوها. اللي بنستنتجه من هون انه تغيير بسيط بشروط اللعبه بيؤدي الى ظهور استراتيجيه غالبه. بمعنى اخر، الاستراتيجية اللي كانت الناس هون بدها تتبعها هي استراتيجية مبالغة، اوكي، وتغيير بالاسعار بشكل غير منطقي. بينما هون لما انا جيت قلت لك اوكي انه صاحب اعلى سعر لازال هو عم بيفوز،
ولكن القيمة اللي هو فاز فيها هي القيمة الثانية اللي هي بتجي بعده مباشرة. تحولوا الكل إلى استراتيجية واحدة فقط، ألا وهي الشفافية والتقدير الصحيح بالأرقام اللي هن عم يحطوها. هون بنطرح حقيقة، بيطرح الكتاب جدلي إنه هل حقيقة نحن بسعينا لأنه الناس تكون شفافة بتعاملاتها اليومية، يمكن بكتير أشياء نحن قادرين نغير بشروط اللعبة بشكل إنه يكون الحل المنطقي اللي الناس بدها تعمله هو اللي أنت بدك إياه، وبالتالي إجبار الناس على اعتماد استراتيجية غالبة بحياتها اليومية وبالقرارات اللي هن عم يتبعوها. منشوف حقيقة نماذج من نظرية الألعاب الأسهم، منشوفها بنماذج طرحها الكتاب كمان بمعضلة السجين، بتخطيط المدن والسير والمزايدات والمناقصات على النموذج اللي نحن حكينا. هلا أنا هون بستطرد هيك شوي خارج إطار الكتاب، إنه حقيقة بعض الأشياء اللي هي بتعملها هون أنا عم بعمل فيها تجارب على أولادي أنا شخصيا. أوكي، يعني أنا لما بدي ابني يعمل شيء أنا بدي إياه على ذوقي أنا، أوكي، بقول له يا بابا إذا أنت تعمل هيك بيطلع لك هيك، سواء كانت ثواب او عقاب. اللي اكتشفته انه هو بيرجع باولى بحاله او على حسب الاستراتيجيه، بيختار استراتيجيه مناسبه لإله هو. بينما اذا لعبت شوي انا بالرولز اللي عم احط لهم اياها للعبه، بجبره احيانا ياخذ القرار المنطقي الوحيد اللي هو اللي انا بدي اياه انه هو يعمل. يعني مثال، اذا جيت والله مثلا مثال انا بدي اولادي ما يضربوا بعضهم، قال له يا بابا اذا انت بتضرب اخوك راح يطلع لك مثلا ناقص واحد مثلا من مجموعه ارقام نحن عم نجمعها بالبيت. اوكي، طيب اكتشفت انه هن شو صاروا يعملوا، انه اوكي ناقص واحد ماشي الحال بسيطه، بدوا يضربوا بعض. قام عملت لهم تويست هيك تغيير صغير بالقاعده، قلت له ليك اذا انت بتضرب اخوك انت بيطلع لك ناقص واحد، وفي عندك ناقص بيروح من عند اخوك بيجي لعندك. هلا بالتنافس الطبيعي هو بده يسبق اخوه، هن في تنافس. قام صار هون في استراتيجيه واحده فقط منطقيه، يستفز اخوه ليضل وراح ياخذ، يعني يا بده يستفزه بهالشكل هيدا، او يا اما حقيقه بده ما يضربه، لانه هيدي استراتيجيه المنطقيه الوحيده، لانه صار كلفه انه هو يضربه صارت عاليه جدا مقارنه بالكلفه اللي هي موجوده. فبس يعني هيك اذا بدنا استنتاجات بسيطه كانت موجوده بالكتاب. اوكي، انه التحديات الاساسيه عندنا هي شو؟ هي الزمان والمكان والطاقه الذهنيه والقدره التخزينيه، وبالتالي نحن دائما عندنا مشاكل بحاجه انه نحن نبحث عن الحل تبعها. اوكي، بعض المشاكل عندها حلول مقبوله. اوكي، مثل القاعده اللي مرت علينا المره الماضيه اللي هي قاعده 37%، لما انا ايمت بوقف وايمت بكفي والى اخره، الترتيب الكذا. ولكن بعض الاشياء حتى لما نحن بنستخدم افضل الحلول الممكنه، حتى لما بنستخدم افضل الحلول الممكنه لا يمكن ضمان النتيجه الجيده. يعني احيانا بافضل امورك، بافضل امورك احتمال انك تكون ارتكبت خطا هو كمان احتمال عالي. اوكي، طيب ولما نتواصل نحن مع الاخرين، هيدي نقطه بدي ضوي عليها لانه عن جد كثير مهمه. اهم شيء نقلل على العالم الجهد اللي هن لازم يبذلوه ليفهموا شو في براسنا. يعني من ابسط الامثله اللي انطرحت بالكتاب، واكتشفت صراحه يعني انا من بعد ما قريتها لسبب عم شاركها معكم، غيرت حتى باسلوبي انا ببعض الاشياء بالحياه اليوميه. شو هي؟ شو عملتكم تاكلوا اليوم؟ يلي بدك اياه. حقيقه اصعب جواب ممكن تعطيه لانسان هو يلي بدك. اي ساعه بشوفك بكره؟ وقت ما بدك. اصعب جواب ممكن تعطيه هو وقت ما بدك، لانه انا صار علي اقعد فكر نيابه عنك شو اكثر وقت ممكن يكون مناسب لك حتى انا اشوفك، وبقترح عليك وقت ترجع بتقلي لا لا هذا ما بيناسبني، ما فيك قبل؟ ما قال لي قبل، صرت عم تعذبني مره ثانيه بدي ارجع افكر انا شو هو هذا القبل اللي هو مناسب لك. هون حقيقة الكتاب لفت لفتة حلوة، انه احيانا اللي نحن بنسميه فظاظة هو افضل خدمة ممكن تعملها انت للانسان اللي هو قدامك. يعني احيانا اني اقول لك انا ما بقدر اليوم، بقدر بكرة الساعة 10، اللي هو جواب فظ ما بيراعيك انت، ما بيراعي مشاعرك.
اوكي ولكن هالفظاظة هيدي احيانا قد تكون هدية انا هديتك اياها لاني وفرت عليك التفكير وقلت لك انا بشكل واضح انا كيف عم فكر شو هو المناسب لإلي. رايي انا بالكتاب بشكل عام اوكي وهذا كمان راي جدا مختصر انه الامثله بشكل عام اللي طرحها الكتاب هي امثله مناسبه جدا للمجتمع الغربي ولكن لما نحن نجي فيها لمجتمعنا نحن قد لا تكون مطابقه 100% يعني نلاحظ الحياه الغربيه قائمه على الامار قائمه على الشرب على المصاحبه على الى اخره فنلاحظ انه كميه كثير كبيره من الكتاب مركزه على هالموضوع يمكن انا هون صراحه يمكن اذا بنسال حالنا ليش لانه بنشوف انه اصلا النظام الاقتصادي العالمي جزء لا يتجزأ منه هو محاوله الناس ان هي تستفيد الماكسيموم من هيدي القصص يعني سواء الأقمار اليوم يعني اليوم ما فيكم تخيلوا كميه المعادلات الرياضيه والاكتشافات اللي هي انعملت بس لمحاوله الواحد يلاقي افضل طريقه ليربح هو اكبر كميه ممكنه بالأقمار شفنا انه بعض شفت انا صراحه انه بعض المواضيع كان فيها ضعف بالمعالجه ليش فيها ضعف بالمعالجه لانه كان فيها حقيقه استفادة بأشياء جدا 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 معقدة ما بيساعد الوقت هيك والوقت والصفحتين ثلاثة إنه الواحد أصلا حتى إنه يفهمها بشكل صحيح فأنا رأيي إنه كان ببعض الأشياء كان معقد كتير الكتاب أوكي وببعض الأشياء كان لا جدا بسيط وسهل وقرب الأمور لحياتنا نحن اليومية أوكي واللي لفت لي نظري إنه الهدف من كتابة الكتاب كانت هو إسقاط حقيقة المشاكل الحاسوبية على الحياة اليومية وأنا برأيي أنه هو نجح فيها بشكل كتير كبير ببعض النقاط علما أنه أنا للأمانة العلمية أنا ما عالجت الكتاب بالشكل الكافي أوكي وما حطيت الأمثلة الرياضية والحاسوبية كلها يتسوى لأنه نحن أكيد ما بيساع اليوم المجلس أنه نحن نعمل هيدا النقاش ولا أنا بقدر أدعي انه انا ممكن اختصر 400 صفحه ب 10 سلايدات واعطي كل موضوع هو حق اوكي فجربنا نكون هيك يعني شاملين عامين ما غصنا بالتفاصيل لحتى كلها يتنسى ونستفيد ولكن برايي انه بيستحق يعني بيلاقي عنده رغبه للاستزاده بموضوع معين بيستحق انه يركز على هذا الموضوع ويمشي فيه لاخره يعطيكم العافيه.